سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو ديالي نتوما في أحسن الأحوال. واللي أول مرة غادي تشوف القناة كنقول لها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نقدم لكم فيه كعك تركي بنكهة الليمون، كيجي رائع، كيجي مقرمش ورطب في نفس الوقت. ممكن تقدموه مع شاي او قهوة وتقدموه لوليداتكم في الفطور او الكوتي، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالهم. غادي نقترحوا عليكم مقادير اللي هي بسيطة وطريقة سهلة ومبسطة، والاهم انه كيعطينا كميه كبيره. وقبل البنات ما نبدا معكم المقادير، بغيتكم تدخلوا وتشجعوا هذه القناه وتدعموها، لانها كتستحق التشجيع ديالنا والدعم ديالنا. عندها فيديوهات صراحه لاكثر من رائعين، وصفات لناجحين 100%. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. المهم بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا كاس ديال عصير ديال الليمون، كاس ديال السنيده ما يعادل 125 غرام، كاس ديال الزيت ما يعادل 150 ملي، ثلاثه الحبات ديال البيض، كنعبروا البنات بكاس ديال العنبه، عندي ثلاثه الحبات ديال البيض بدرجه حراره المطبخ، معلقه صغيره ديال بيكين باودر او الخميره الخاصه بالحلويات، ساشي بالنكهه ديال الفاني من وزن 7.5 غرام، معلقه صغيره ديال الملحه، قشور ديال الليمونه وحده اللي حكيتها، وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال المربى ديال الكونفيتير او جوج معالق ديال العسل على حسب اللي متوفر عندكم. انا درت هنا المربى ديال الكونفيتير، وعندي هنا 400 غرام تاع الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وكيبقى على حسب النوعيه تاع الدقيق. انا عبرت هنا 400 غرام، وغادي نشوف شحال غتهز ليا. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ البيض بالنسبه لهاد البيضه الثالثه ما غاديش نديرها كامله، غادي ناخذ منها غير شويه ديال البيض، وغادي نخلي باش غادي ندهنوا الكعك ديالنا. صافي غادي نحيدها، غنضيف عليها الكاس ديال السنيده، وحنا كنخلطوا حتى تذوب لينا السنيده مع البيض مزيان ويساجموا لينا. من بعد غادي نضيف الملحه فاني، ودائما حنا كنخلطوا المكونات باش ينسجموا لينا مع بعضياتهم. غادي نضيف الزيت، غادي نخلط حتى ينسجم ليا الزيت مع المكونات كاملين. غادي نضيف عليهم عصير ديال الليمون والكونفيتير، ونضيف عليهم قشور ديال الليمون، وشوج معالق ديال الكونفيتير، غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا وما يبقاوش دوك الحبيبات تاع الكونفيتير مجموعين في بلاصه وحده. ضروري هاد العمليه البنات، ما تخلطوا هاد المكونات باش حتى السنيده كتذوب. كيف كتشوفوا حصلت على واحد الخليط اللي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه دابا معلقه صغيره ديال الخميره خاصه بالحلويات او بيكين باودر، وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي بالتدريج شويه بشويه، ما نديرش الكميه كامله باش ما يجينيش الكعك ديالي قاصح. صافي غادي نبقى نخلط، غادي نعاود الدفعه الثانيه. وهنا البنات غادي نحيد هاد الفوي، وغادي نخدم بايديا باش نتحكم في القوام ديال العجينه. صافي غادي نحيدها وغادي نخدم بيدي.
صافي درت الكميه تاع الدقيق، غادي نحاول نجمع العجينه، الا بقى خاصه شويه غادي نضيفو. خاصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي ما كتكونش قاصحه وما غاديش تكون مطلوقه بزاف، العجينه اللي غادي نقدروا نشكلوها. كيف قلت لكم البنات انا عبرت 500 غرام تاع الدقيق وهزاته كامل، يعني بقى غير شويه ماشي بزاف، يمكن حتى هو غادي نضيفه بقى ما تجمعاتش ليا. دابا درت 500 غرام كامله وغادي نشوف شحال غتهز ليا ديال الدقيق. من بعد ما جمعت العجينه تاعتي كيف كتشوفوا حصلت على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وما قاصحاش وما كتلصقش باليد في نفس الوقت. هزت لي البنات انا هنا 500 غرام ديال الدقيق قد قد. صافي غادي ناخذ العجينه، غادي ناخذ لنا واحد الكميه يعني غنقسمها على جوج. غادي ناخذ لنا هاد الكره الاولى، غنرش هنا واحد شويه تاع الدقيق فوق سطح العمل باش ما تلصقش ليا، وغادي نحاول نطلقها تكون ما غليضاش وما رقيقاش، يعني واحد السمك ديالها اللي غادي يكون متوسط. صافي هاد القياس مزيان. غادي ناخذ واحد الكاس البنات باش غادي نطبعها، انا غادي نختار هاد الكاس قد هاد القياس هذا، ممكن تختاروا كبر منه او صغر منه على حسب اللي بغيتو. غادي ندوزو في الدقيق باش ما يبقاش يلصق ليا في العجينه. صافي من بعد ما قطعتهم كاملين غادي ناخذ واحد الطابع اللي كيكون صغير، ممكن ديروا طابع ديروا اي قريعه عندكم صغيره، وندير بها واحد الثقوب هنايا الوسط. انا غادي نختار البنات هاد القرعه دي ديال واحد الدواء كان عندي، هو فاش باش غادي نثقبها غندير فيها واحد الثقيبه هكا الوسط. ممكن تختاروا نتوما اي حاجه عندكم قريعه صغيره هكايا وتراسيو بها. انا هذه كانت خاويه وغسلتها البنات هي باش ندير هكا تقيبات. صافي وكنحصلوا على كعك بهذا الشكل هذا. صافي كناخذوا البنات وكنستفوا في اللاطه اللي دهنتها من قبل وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الكعك ديالي. كيف شفتوا معايا الطريقه اللي هي سهله وبسيطه دغيا كيوجد كيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. وبالنسبه لهاد العجينه البنات اللي كتبقى لينا راه كنعاودو نجمعوها وغادي نعاود نطلقها حتى هي ونشكلها بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال العجين كامله فدرتها في اللاطه، خرجت ليا جوج ديال اللاطات كبار، هذه صغيره وحده كبيره. خديت هنا الحبه ديال البيض اللي خليت معها شويه ديال ابيض البيض، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي غير شويه خلطت البيضه مع قهوه سريعه الذوبان وطربتهم مزيان حتى دابت لي ديك القهوه. ومن بعد خديت الشيته وبديت كندهن الوجه ديال الكعك ديالي كامل. من بعد ما دهنتو من بعد ما كملت الدهين ديال الكعك ديالي كامل بصفر ديال البيض، غادي ناخذ واحد هاد القطيب ديال الشواء او الكيردون وغادي نديرو هكا واحد الخطوط.
بهذا الشكل هذا، باش ملي يطيب الكعك ديالنا كيجي فيه واحد الشكل اللي كيجي فيه واحد المنظر زوين. كنحاولوا نزينوه هكايا وكيف كتشوفوا معايا دابا هذا هو الشكل النهائي الكعك ديالي، كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ ومقرمش ورطب في نفس الوقت، كيصلح جربوه مع قهوه او اتاي ونقدموه هكا في وجبه الفطور ولا في الكوتي ونعطيه لوليداتنا يديوه للمدرسه، وكيبقى واحد المده اللي هي طويله ما كيقصرش وما كيخسرش. وكيف شفتوا معايا مقادير اللي هي بسيطه وطريقه سهله ومبسطه، عطانا واحد الكميه اللي هي كثيره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات اللي كدعمني وتزيد تشجعني باش نزيد لقدام، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل لتعم الفائده.